عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد الموافق 11/10/2020، اليوم سنقوم بعمل مراجعة للأعداد 1 و2 و3 في مادة الرياضيات. بداية دعونا نستذكر طريقة كتابة الأعداد. طريقة كتابة العدد 1، أضع قلمي على النقطة ثم أنزل بخط مستقيم وأقف على السطر. هذا العدد 1. مرة أخرى، أضع قلمي على النقطة وأنزل بخط مستقيم وأقف على السطر. 1. القلم على النقطة، أنزل بخط مستقيم وأقف على السطر. 1. ننتقل إلى طريقة كتابة العدد 2. أيضا القلم على النقطة، نقوم بعمل رأس ثم خط مائل ثم نرجع إلى الخلف. 2. مرة أخرى، الرأس خط مائل ثم نرجع بخط مستقيم إلى الخلف. 2. رأس ثم خط مائل ثم نرجع إلى الخلف بخط مستقيم. هذا العدد 2. إذن 1 2. والآن ننتقل إلى طريقة كتابة العدد 3. القلم على النقطة، نقوم بعمل نصف دائرة ثم نرجع إلى نفس الخط ونقوم بعمل نصف دائرة أخرى تلامس السطر. مرة أخرى، القلم على النقطة، نقوم بعمل نصف دائرة ثم نرجع إلى نفس الخط ونقوم بعمل نصف دائرة أخرى ونلمس السطر ونقف عند السطر بالضبط. مرة أخرى، نصف دائرة، أرجع إلى نفس الخط وأقوم بعمل نصف دائرة أخرى وأقف عند السطر. هذا العدد 3. إذن 1 2 3. والآن انظر عزيزي الطالب، لدينا هذا التمرين. صل الصورة بالعدد المناسب. عندنا هنا مجموعة من الصور وهنا مجموعة من الأعداد. المطلوب في السؤال هو عد العناصر في المجموعة الأولى وتوصيلها بالعدد المناسب من المجموعة الثانية. انظر هنا إلى هذه الصورة، يوجد عندي هنا سيارة واحدة. إذن أبحث هنا عن العدد 1. هل هذا العدد 1؟ لا. هل هذا العدد 1؟ نعم. إذن أصل صورة السيارة إلى العدد 1. أنتقل إلى الصورة التالية، عندي هنا مجموعة من الأقلام، هيا نعد معا. 1 2 1 2. إذن عندي هنا قلمان. أبحث هنا في المجموعة الثانية عن العدد 2. هل هذا العدد 2؟ لا. هل هذا العدد 2؟ نعم. إذن أصل الأقلام بالعدد 2. انتقل إلى المجموعة الأخيرة، عندنا هنا مجموعة من التفاحات. 1 2 3. نعد مرة أخرى. 1 2 3. أبحث عن العدد 3 هنا في هذه المجموعة. ها هو العدد 3. إذن أصل التفاحات 3 بالعدد 3. وأسفلها مجموعة من الأعداد. المطلوب في السؤال هو أن أضع دائرة على العدد المناسب لعدد عناصر هذه المجموعة. نعد هنا. 1 2 3. مرة أخرى. 1 2 3. إذن عندي هنا 3 عناصر. أبحث هنا عن العدد 3. هل هذا 3؟ لا. هل هذا العدد 3؟ لا. هل هذا العدد 3؟ نعم. إذن أضع دائرة على العدد 3. أنتقل هنا إلى المجموعة التالية، هنا يوجد عندي صورة بيت. كم بيت يوجد هنا في هذه المجموعة؟ يوجد عندي بيت 1.
إذن المطلوب أن أبحث عن العدد واحد. هل هذا العدد واحد؟ نعم، أضع دائرة على العدد واحد. أنتقل هنا إلى المجموعة التالية. عندي هنا مجموعة من الأزهار، واحد اثنان، واحد اثنان. أين العدد اثنان هنا؟ أبحث في مجموعة الأعداد هنا على العدد اثنان، ها هو، أضع عليه دائرة. هنا عندنا التمرين لمطابقة العدد والمعدود. هنا يوجد عندنا العداد، المطلوب أن ننزل خرزات بعدد بالعدد المطلوب. هنا عندنا العدد واحد، إذن المطلوب عندي أن أنزل خرزة واحدة، واحد. هنا العدد اثنان، يجب أن أنزل خرزتان، واحد اثنان. هنا العدد ثلاثة، أنزل ثلاثة خرزات، واحد اثنان ثلاثة. انتقل هنا إلى التمرين أو النشاط الذي يليه. هنا عندي مجموعة من الأكواب مكتوب عليها الأعداد، والمطلوب أن أضع الأعواد الخشبية هذه حسب العدد المطلوب. عندي هنا العدد واحد، أضع عود واحد. عندي هنا العدد اثنان، أضع عودان خشبيان، واحد اثنان. هنا العدد ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. ممكن عزيزتي الأم أي شيء محسوس في المنزل، ملاعق، أوراق، دفاتر، أقلام، ممكن استفادة منه في تنفيذ هذا النشاط، ويعطيكم ألف عافية.